جنود الظل، اقتلوها. اقتلوها. لما توليهم الامر؟ تعال وقتلني بنفسك. أنت هنا، هنا فعلاً. خطرت بعمرك. بالطبع فعلت. لو قتلت لما كشف جبل النور المقدس عن أسراره. من المؤسف أنك ضيعت وقتك. دمر هيليس مسلاطي وفيه سجل ألفا. غير صحيح، وأنا أراقب مسلاطك. قمت بنسخ كل البيانات التي مسحتها. تنصيب البيانات على مسلاط جديد كان سهلاً. ميلاد سعيد يا آيزاك. والدك بالتأكيد يحب صغيرة. إنك تجعل إعجابي بك مستحيلاً يا سايلنس، لكن أنا بحاجة لهذا. سترين مكان مولدك وربما تعرفين السبب. أجل، أقابل الآلة التي ولدتني، أليس قولك؟ سأغادر. لحظة. أجل؟ سأذهب الآن. والسيء في الأمر أن هيليس أمر فصيلاً من الكسوف بمهاجمة أرض نورا. إن القبيلة ضعيفة، لن يكون لديها فرصة. يجب أن تأتي معي. هذا محال، لدي تجهيزات في مكان آخر. أي نوع من؟ ولماذا أسألك؟ لن تخبرني. حين يحين الوقت سأتصل بك. سأتصل بك في الوقت الحالي. إن عدت إلى منطقة كارجا الظل سأوتيك بدرع يخفي هويتك. تحسب حساب كل شيء، صحيح؟ على أحدنا فعلها. إيلوي، أثناء استعادتك سجل ألفا في مخبأ البزوغ كنت قاسيا بالفعل. لأجلك آمل أن يكون هناك من ينتظرك داخل الجبل، ليس شيئا بل شخصا. أجل. Thank you.
لمعالجة قديمة. المراقبة تحترق، لكن كان لدى الحراس وقت لتحديد القضية. Thank you.
ذهبت من ذلك الاتجاه. ها نحن ثانية.